احنا بنتكلم في حاجه بتمس مريض. المريض بيبقى عنده مشكله كبيره قوي ان هو يعني يجد الدواء الجيد بسعر يبقى مناسب. الماده الفعاله اللي موجوده في الادويه دي اللي هتطلع من هنا، انا بتكلم على المدينه ديت اللي انا مسؤول عنها دلوقتي ومسؤولين عنها كلنا، انها لا الحاجه اللي هتطلع هنا كفائتها وجدارتها مش 99.9 لا 100%. الموضوع كان معمول الهدف منه استثمارات واقتصاد وبيع للناس، الهدف منه امتلاك قدرة حقيقية في انتاج دواء فعال حقيقي. يعني لما تيجي تقول لي مضاد حيوي هيطلع من المصنع هنا او المدينة ديت، لا ما يقلش، ان ما كانش يتفوق عن اي مضاد حيوي مثيل لي في ارقى الدول في العالم، لان المصانع دي اتعملت كده. اشكركم جميعا على الجهد الكبير اللي بتعمل فيما يخص صناعة الدواء في مصر.